شهدت المناطق الوسطى والشرقية من الدولة وبالتحديد في إماراتي الشارقة ورأس الخيمة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة ببرق ورعد ورياح نشطة، وأدت الأمطار كعادتها إلى جريان بعض الأودية والشعاب. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم خاصة شرقا وشمالا، مع تكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار نهارا وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر في الخليج العربي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعات تنشط أحيانا مع السحب وتكون مثيرة للأتربة، والموج في الخليج العربي وبحر عمان متوسط يضرب أحيانا مع السحب. هذا والله أعلم.